مشاهدينا وفقرتنا فقرة فنية يعني بشكل كبير، وتحديدا الفن التشكيلي. هنعرف أكتر عن الفن التشكيلي، نعرف إيه هو الفن التشكيلي، بداية الفن التشكيلي إمتى، نعرف المدارس المختلفة. يعني أنا عندي معلومات بسيطة، أعرف إن في مدرسة انطباعية، المدرسة الرمزية، المدرسة الواقعية، في أنواع كتير من المدارس هنعرف عنها أكتر ونعرف تفاصيل أكتر مع ضيفي اللي منورنا الفنان مدحت الحمولي ابن محافظة كفر الشيخ، اللي هيكلمنا أكتر عن الفن التشكيلي وبدايته في هذا المجال. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بحضرتك يا فندم. يعني لو حضرتك، خلينا نرجع شويه للطفوله ونبدا بدايتك في محبه الفن. خلينا نقول ما فيش فن تشكيلي بقى، الفن بشكل عام. طيب خليني الاول اشكر حضرتك طبعا على الدعوه اهلا الكريمه بيك. واسره البرنامج، اهلا بيك. وشرف ليا طبعا ان انا اكون في ضيافه شرف حضرتك. لينا، شرف لينا. وبدايتي كانت الحمد لله، كانت يعني زي ما بيقولوا كده من أسرة فنية. يعني أنا اتولدت في بيت كان فيه اوريدي كان فيه رسم، كان في رسم. فأنا كان أخويا الأكبر كان رسام، وكان رسام مشهور، وأنا اتولدت وأنا طفل صغير شايف فيه رسم في البيت، وبدأت تبان عليا ملامح الفن من بدري قوي. وفي دعم من الأسرة، طبعا يعني طبعا ما فيش حد بيقول لك سيب الرسم ذاكر، لا 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 ما لا، هو تشغلش بيبقى بالك. فيه برضه حرص شوية على بس مش المستقبل، لدرجة ولكن انك تشيله خالص. لا خالص، لأن هم كانوا شايفين فيا يعني حتة إن سابق سني شوية، وكنت دايما بدخل مسابقات، وكنت الحمد لله أي مسابقة بدخلها لازم أخد الجايزة الأولى حتى لو على مستوى كبير يعني. فكانت بدايتي طبعا مدينة دسوق، مدينة يعني أنا شايف إنها يعني أرض خصبة جدا طبعا لنشأة أي فنان، لأن طبعا مدينة إسلامية موقعها على النيل، تعتبر من أطول المدن على النيل، فيها الزراعة، فيها الصناعة، فيها التجارة، فيها قطب من أقطاب الصوفية الأربعة، مسجد سيد إبراهيم الدسوقي. طبعا فكل دي عوامل شكلت وجداني كفنان، وأي حد يعني أي حد بيتولد في المكان ده أعتقد إن بيبقى فيه حتة الفن دي بتتأصل فيه. بيتأثر. طبعا طبعا. طيب لو هنبدأ بقى نشوف الدراسة الأكاديمية، حضرتك خدتها ازاي؟ خدت هذا المجال ازاي؟ هو أنا كان عندي في حياتي 3 أحلام، الحلم الأول إن أنا أكون فنان، الحلم الثاني إن أنا أعمل في مجال الإعلام، الحلم الثالث إن أكون طيار. فأنا الحمد لله قدرت أحقق 2 منهم، الثالثة كانت صعبة جدا يعني، بس الحمد لله وصلنا ل2 منهم. لما جيت دخلت ثانوية عامة، فكان عندي هدف واحد في حياتي، لازم هدخل كلية فنون جميلة، يعني لازم هدخلها. وكان زمان يعني ايامينا كان دخول كليه فنون جميله ده كان بيبقى مش معروف قوي، يعني مش كتير يعرف ان في كليه اسمها فنون جميله ولها اختبار اسمه قدرات وحاجات كده الا بالصدفه. بس انا كان عندي المعلومه بقى، فانا اشتغلت على نفسي وفعلا دخلت امتحان القدرات، ويمكن انا الوحيد في مدينتي اللي جبت لائق في الامتحان، وفعلا دخلت كليه فنون جميله جامعه اسكندريه. درست طبعا 5 سنين في الكليه، وكنت من اوائل الدفعه، وكنت الطالب المثالي 2 ورا بعض في الكليه، ما شاء الله. واتخرجت الحمد لله. كان طبعا في مشروع ان انا اتعين استاذ في الجامعه، ولكن يعني لامور خاصه ما اتعينتش. بعد كده درست الخط العربي في معهد الخطوط العربيه، طلعت فيه الاول، ومارست الفن من وانا طالب في اعدادي فنون جميله. يعني اول معرض عملته في حياتي كان وانا خلصت سنه اعدادي، انا طبعا كنت فنون جميله بيبقى اولى هي ثالثه رابعه، خلصت اعدادي رحت عامل معرض، المعرض يعني اقل وصف ممكن نقول كسر الدنيا، يعني عمل نجاح مش طبيعي. احنا ما كنتش انا لوحدي، كنت انا ومعايا 3 كمان، بس كان المعرض نجاح مبهر، واتكتب عني في معظم جرايد مصر، يعني معظم الجرايد القوميه ده كتبت وانت عني لسه بتدرس وانا في اعدادي، في يعني اعدادي، لسه لسه مخلص في ثانويه عامه. البدايه يعني. وفوجئت طبعا بالتلفزيون المصري، بدا يتواصل معايا عشان يعملوا لقاء معايا، كان لسه في بدايه تلفزيون الدلتا. فده بقى كل دي كانت يعني حاجات بتدي بقى يعني موتيفه، طبعا او بتخليني اتحرك اكتر. ويعني انت عارفه النجاح بيبقى جميل، ولما بتنجحي بتبقى عايزه تنجحي اكتر. طبعا، ده اكيد. فكان بدايتي بقى دي. بعد كده توالت بقى سلسله كبيره جدا من المعارض، سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي. طب وبعد ايه رأيك، خلينا نرجع نتكلم الاول عشان كمان المشاهد يفهم معانا ايه هو الفن التشكيلي. الفن التشكيلي هو كل فن يتعامل مع مفردات التشكيل. يعني ايه مفردات التشكيل؟
يعني النقطة، الخط، المساحة، اللون، الكتلة، الفراغ، كل دي أشكال. يعني فن العمارة ده فن تشكيلي، الجرافيك فن تشكيلي، الأزياء فن تشكيلي، مش عايز أقول لحضرتك حتى الميك اب احنا نعتبره فن تشكيلي، تركيب يعني الألوان طبعا طبعا كل دي مهارات خاصة بتبقى يعني فيها اللمسة الفنية. فإذا هو الفن التشكيلي مش زي ما الناس ما فاهمة، الناس بتبقى متخيلة إن فن تشكيلي يعني لوحة مش مفهومة. لا طبعا، أي لوحة فيها رسم ده فن تشكيلي، تندرج بقى تحت فن الجرافيك، تمثال، تحت خزف، أيا كان نوعية العمل الفني اللي بيقدم طالما متوفر يعني فيه. يعني لوحة منحوتة، كل ده يندرج خزف، تحته حاجة فن، جرافيك، فن حاجة تشكيلي. أي شيء ممكن تتخيليه حضرتك فيه المفردات دي، ده يطلق عليه فن تشكيلي. فن تشكيلي. بالظبط. طيب لو احنا بنتكلم عن المدارس، ويمكن اديت بعض يعني انواع المدارس، لو حضرتك ترصدهم لي كمان وتقول لي اتجاهك انت في انهي مدرسه. بص هقول لحضرتك على حاجه، اولا هو مدارس الفن التشكيلي مدارس كتيره جدا، ووصلنا دلوقتي ان ممكن كل واحد يبقى له مدرسه خاصه بيه. مدرسه يعني خاصه. طبعا طبعا، يعني هو احنا في مدارس كلاسيكيه اللي هي المدارس الكلاسيكيه القديمه اللي كانت في العصور الوسطى، وده احنا اتعلمنا منهم كتير جدا، ليوناردو دافنشي طبعا طبعا. ودوناتيلو وكتير جدا، وفنانين اللي هم يعتبروا اثروا الحركه التشكيليه، ومايكل انجلو طبعا، فدولت كانوا الاساس. ده احنا خدنا منهم بقى بعد كده وبدانا نبتكر ونحاول ان احنا نطور الموضوع شويه، وخاصه بعد ظهور الكاميرا، فاصبح هي كان زمان بيستخدموا اللوحه كبديل للصورة الفوتوغرافية، لأن ما كانش فيه صورة فوتوغرافية. فبدأ بعد كده يحل محل الصورة الفوتوغرافية التصوير. دلوقتي بقى فيه تصوير، ففي كاميرا، فأنا يعني هرسم أحسن من الكاميرا، فبدأ يبقى فيه فكرة إن يبقى فيه فن مختصر. طيب احنا معانا أستاذ مدحت بعض اللوحات، لو دي على حضرتك فكرة كده من أحدث تعلقي أعمالي. تعرفني دي اللوحة دي ايه اسمها؟ أنا ما بحبش أحط أسامي للأعمال مفيش بتاعتي، أسماء. ولكن أنا معظم أعمالي بتميل شويه الى عبق التاريخ والحاجات القديمه والصخور والناس البسيطه، يعني دايما انتمائي للحته دي، فتلاقي دايما اعمال كتير ليا ممكن يكون فيها حته الصخور والابواب المكسره، الشبابيك اللي بتطل على افق مثلا بسيط، يعني برضو ده حي شعبي بسيط جدا، حاجه من احياء القاهره، بحب جدا فكره التفاصيل في الطوب، فكره ده طبعا لوحه برضو كنت عاملها عن القدس برضو فيها فكرة الأطلال والصخور المكسرة، بحب دايما أنا أميل للجزئية دي. يعني طيب لو بتتكلم يعني اصلا، يعني مثلا انا قريت انه المعارض هي اللي بالاسماء بقى، يعني في معرض ليالي رمضان دي دي حقيقة. دي اسماء المعارض. طبعا. طيب لو حضرتك برضو تعلق لي دي يعني. لوحة انا كنت عاملها، انا عامل سلسلة كبيرة جدا عن البحر، البحر، لان انا من عشاق البحر، من عشاق ده البحر من بره. تصوير، ده رسم، ده رسم درس حضرتك؟ مش تصوير. لا ده رسمي انا، ده درس. لوحه من لوحاتي حضرتك. انا رسمت البحر في كل حالاته، يعني في حاله الشروق، وفي حاله الغروب، في حاله الهدوء، الموجه وهي عاليه، في حاله البحر وهو هادي، في حاله القرصنه، في كل، حتى قاع البحر رسمته. وعملت قبل كده معرض كان كله عن البحر، يعني كان في مجموعه كبيره جدا من الاعمال كانت كلها مستوحاه من البحر. تمام. طيب لو حضرتك تقول لي كده عفوا، مين من فنانينا، واحنا عندنا في مصر الحقيقه مجموعه من الفنانين الكبار دي حقيقة. اللي موجودين في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه الحقيقه، يعني لو بنتكلم حتى على اللي قدر ان هو يصل الى العالميه، عندنا جورج بهجوري، عندنا كتير عصمت جدا، دوستاشي، كتير عندنا جدا. كم كبير جدا، طبعا المثال محمود مختار، كم كبير جدا من الفنانين. لو حضرتك ترصد لي كده مين قدوتك في مجموعه الفنانين الكتار اللي حوالينا؟ هو يعني اكيد هيكون استاذي، يعني اللي هو صاحب فضل اول واخير عليا، فالفنان الراحل رحمه الله عليه الاستاذ الدكتور فاروق وهبه. الفنان فاروق وهبه ده كان انا بعتبره من الاساطير، لانه كان بيجمع ما بين، اولا هو كان فنان مصري اصيل، معظم اعماله بتعبر عن موضوعات مصريه قويه جدا، زي الموميا مثلا الفرعونيه، ده كان بيعملها في كتير جدا من اعماله، وكان عنده الثقافه الغربيه ايضا، يعني هو قدر يبقى حلقه وصل ما بين الثقافه المصريه وما بين الثقافه الاوروبيه، وخاصه ان هو يعني تقلد مناصب عديده في اوروبا،
ما بين ايطاليا وما بين المانيا وعاش فتره طويله، وهو كان استاذ شاطر جدا. لو في اي تعليق ليك ممكن دي لوحه انا مسميها ناخد من الكلام ونرجع له دي انا مسميها موناليزا المصريه. يعني انا مستوحي فكره برضو من الموناليزا مع اختلاف الشكل تماما. لكن ودي عايزه برضو اعرف من حضرتك يعني ده من الخيال؟ يعني هل الواقع ممكن يؤثر بشكل او باخر على اللوحات انك تخرج بحاجه من الواقع أكيد. في لوحاتك ولا لا هي اغلبها من الخيال؟ هو هقول لحضرتك، هو اصل احنا بيبقى في حاجه اسمها مخزون بصري. حضرتك انا بشوف كتير وبتامل كتير وبيبقى في عندي يعني ثقافة بصرية عالية، فدي بتتخزن في الذاكرة وبتتخزن في المخ. ممكن طالما انا بقى شاطر في الرسم اقدر استدعي اي موتيفة اقدر ارسمها. يعني حضرتك انت لو قلت لي اي موضوع ممكن ارسمه دلوقتي حالا من غير ما صحيح. لان طالما انا ايدي واخدة على يعني متدربة كويس والذاكرة فيها مخزون. لا انا برضو هوضح لك سؤالي. يعني انا في حالة من الحزن، انا تمام. مزاجي انا حزين مش قادر ان انا ارسم، لكن انا مضطر ان انا ارسم. لو الفن ده مش بس مجرد انها موهبه لكن ده شيء انا بشتغله علشان مهنه مثلا. مهنه بالظبط. الوضع بيبقى ازاي؟ هو انا هقول لحضرتك هفاجئك يعني هو انا بالعكس انا لما بزعل بشتغل لما بزعل بطلع احسن اعمال ليا. فلا هو الفنان دايما بيفصل يعني يعني هو موده الشخصي حاجه ولما بيدخل الاستوديو بتاعه او المرسم بتاعه بيبقى حاجه تانية. بيبقى كل هدفه انه لازم يعمل حاجه كويسه. الفنان الكويس انه دايما بيحافظ على ليفل معين ما ينزلش عنه. اللوحات قدامك لو في اي تعليق تحب انك انت تضيفه؟ انا من لوحاتي الحديثه يعني رسمها قريب برضو ودي كنت مشارك بيها في احدى المعارض. دي يعني مستوحاه برضو من مصر القديمه والناس البسيطة، الشيخ اللي بيبقى قاعد على المصطبة بتاعت الناس دي. قوي للحاجات اللي فيها البساطة وفيها عبق التاريخ يعني. ده اللي بيدي التعبير وده اللي بيعبر. دي طبعا الأميرة ديانا طبعا، بس أنا عاملها برضو بالروح، بس أنت يعني عاملها مصرية شوية بالظبط. والخلفية كمان عاملها يعني برضو ممكن تكون مستوحاة شوية من الموناليزا. فعايز أقول إن برضو يعني ممكن يبقى في موناليزا تانية. يعني هي مش موناليزا واحدة. مش موناليزا واحدة. إيه التحديات اللي ممكن نقول إنها يعني واجهت الفنان مدحت الحمولي في حياته أو في بداية هذا المجال؟ اول حاجه كان زمان كان في مشكله كبيره جدا في العرض، ان انا ارسم واوصل اعمالي للجمهور. دي كانت عقبه كبيره جدا يعني عشان نلاقي قاعه عرض، دي كانت مشكله كبيره. يمكن دلوقتي بقى الموضوع مختلف تماما بنسبه 100%. دلوقتي بقت القاعات كتير جدا وبقى في مشاركه من بعض الفنانين انهم يتشاركوا مع بعض طبعاً انهم بيعملوا معارض جماعيه. وانا بعمل ده اصلا يعني انا بعمل ده فعلا اوريدي، بجمع شباب كتير وبعمل لهم معارض كبيره وبيبقى فيها عدد كبير جدا. وصلنا ان احنا نعمل معارض دوليه نجيب فنانين من بره مصر وفي اقليم مش. طب ايه راي حضرتك في ان بعض الفنانين التشكيليين الكبار ساعات يقولوا انه اللي بيروح المعرض هم الاصدقاء، ودايما تلاقيهم متكتلين اول يوم وباقي ايام المعرض ممكن ما نلاقيش حد، الناس بس بيجوا اول يوم يباركوا لبعض، الفنانين تبارك لبعضها وتنتهي على كده. يعني حضرتك شايف ده اتغير ولا احنا لسه على نفس الوتيره؟ هو جزء كبير من ده لسه موجود الحقيقه، وخاصه في العاصمه بكل اسف. يعني في القاهره ممكن حضرتك تروحي معرض اول يوم تلاقي فيه يعني جمهور كبير، لو رحت ثاني يوم ما تلاقيش حد خالص. وده وان دل ان هو برضو فيه حته المجاملات شويه. طبعا. ولكن بصي بقى مثلا حضرتك، ده معرض من معارضي وده احتفال حجم الجمهور وناس جايين لي من القاهره. يعني لو حضرتك شايفه ده فنان عادل بنيامين، وده اللي جنبه منه المنتج السينمائي محمد البسوسي، الاستاذه دلال الشاطر رئيس اذاعه الشرق الاوسط السابقه. يعني فنانين كتير حاضرين معرضي جايين من القاهره لمحافظه كفر الشيخ لمدينه دسوق. فده ان دل لا الموضوع مختلف طبعا. يعني في ما شاء الله دلوقتي في اقاليم مصر بقت يعني نقدر نقول الفن دلوقتي لما بيروح ناحيه الاقليم بيكون اكثر فاعليه واكثر جماهيريه من العاصمه. يبقى انت كده بتخلينا ان احنا نغير الفكره الدارجه، مش بس للفن التشكيلي، لكل انواع المهن، انك انت طالما انت بعيد عن العاصمه فانت بعيد عن التواصل مع الناس. لكن دلوقتي بكلام حضرتك الوضع اختلف اطلاقا. ده دلوقتي ده بقول لحضرتك يعني انت ممكن تروحي معرض في اقليم يبقى في حجم جمهور وحجم نقاد وحجم
ناس مهتمه اكتر من القاهره، وده شيء جميل جدا. طبعا يبقى اقول لك برضو ممكن يكون السبب ان القاهره ممكن كل يوم فيها مثلا 20 معرض، فيها 10 معارض، انما الاقاليم لا. يعني لما تروحي مثلا مدينه من اقاليم مصر هتلاقي كل فتره معرض، فيمكن ده برضو بيدي بيسمع المعرض كمان في الاقاليم، بيسمع وبيبقى الناس عندها تشوق اكتر ان هو يحضر وانه يروح يشوف ويستفيد وكده. طب انت في الفتره اللي احنا فيها شايف الحركه التشكيليه شكلها ايه؟ لا ما شاء الله ما شاء الله، طبعا موضوع مختلف تماما. دلوقتي انا ممكن حتى ايام مثلا ازمه كورونا كانت المعارض بتتعمل على النت اونلاين. طبعا. دلوقتي حتى التسويق كمان للاعمال الفنيه على المواقع وعلى حتى المواقع الاجنبيه اونلاين. دلوقتي بقى في صحوه فنيه، التكنولوجيا ساهمت شويه جدا جدا جدا. يعني حضرتك بتبقي قاعده ماسكه الموبايل بتلف العالم وانت قاعده بالموبايل، فده كمان الفن التشكيلي كان زمان فن بيعوز اللي يروح له. انت حضرتك هتشوفي اللوحه فين غير في صاله عرض؟ دلوقتي لا، دلوقتي انت تقدري تشوفي اي لوحه او اي عمل فني انت عايزه تشوفيه بتشوفيه من خلال الموبايل. فده طبعا وفر علينا كتير. طبعا وبيبقى في ميزه كمان ان انا لما هشوف اللوحه على الموبايل واللوحه تستفزني هروح عشان اشوفها. يعني اللوحه حركتني هبتدي اروح أتحرك عشان اشوف اللوحه على الطبيعه. ايه اكتر المواد اللي حضرتك بتميل لاستخدامها في لوحاتك؟ الالوان الزيتيه. الاويل كلر دي عشق بالنسبه لي. يعني دي انا شايف دايما ان هي بكل درجاتها بقى. طبعا بكل درجات. لا انا وصلت كمان ان انا اصنعها كمان، يعني انا اقدر اصنعها كمان. لا افهم دي بقى. اقول لحضرتك يعني انا اعرف ان احنا بنشتريها وبتتعامل بقى وبتخففها وبتتقلها مع غلاء الاسعار. يعني اصبحت في طفره جامده جدا في اسعار الالوان. يعني ممكن اروح اشتري انبوبه الوان ب 2000 جنيه. يعني دي هي الوان كده حضرتك ممكن برضه. بس دي ابستراكت، لوحه ابستراكت قديمه شويه. دي كانت عن الاجنه. عن الاجنه. دي لوحه حديثه ليا ابستراكت برضو، كنت عاملها لاحدى المعارض. دي لوحه كبيره. دي لوحه كبيره ضخمه. يعني مقاسها ممكن يبقى قد ايه؟ يعني حوالي متر و20 في متر و20 بالاطار، بتطلع بقى متر ونص ضخمه. دي برضو من اعمالي الحديثه، دي احدث عمل انا عملته. ده كنت مشارك فيه في معرض قريب كان اسمه معرض الحصاد. الحصاد. فطبعا حاجه برضو فيها الريحه المصريه وبرضو الصخور. طبعا الوانها كمان هاديه قوي قوي. يعني دي كانت لوحه عن الامومه. دي كنت رسمها من زمان برضو. ده كان معرض من المعارض اللي حضرتك علقت عليها دلوقتي. فبقول لحضرتك ان احنا مع الغلاء بتاع الاسعار فبدات تفكروا. فانا يعني كنت انترستد شويه في الكيمياء وفي الماتيريالز وكده، فتوصلت لبعض التركيبات ان انا ممكن اعمل مثلا لون ابيض. اللون الابيض ده ازمه بالنسبه لاي فنان. أزمة؟ اكتر لون اللون بيخلص. الابيض. طبعا. واكتر لون بيخلص وبيدور عليه وساعات ما بيلاقوهوش. مشكله. طب ازاي نعمل لون ابيض؟ لا، ماتيريالز بسيطه جدا هنجيبها من عند بتوع البويات ومن عند بتوع البقاله. هنقدر نعمل لون ابيض زي اللي في الانبوبه بالظبط، بس الجوده. والجوده والله جيده جدا. يعني حتى لو مش هتوصل بنسبه 100% للتيوب اللي احنا بنشتريها الجاهزه، بس يعني لما نوصل 90% تمام يبقى كويس جدا. وطبعا فرق سعر كبير. بس هل اللوحات اللي حضرتك هتكون داخل بيها معرض ومعرض مهم هتستعمل فيها؟ طبعا قوي قوي. تستعمل فيها اللي انت هترتبها او اللي انت هتجهزها، ولا لا هيبقى الاختيار مختلف؟ هقول لحضرتك حاجه. هو انا بس طبعي، يعني انا بحب دايما يبقى مخزن عندي الوان. لان ساعات بيبقى في شحطه كده في الالوان وبتبقى فيها مشكله. ف لو الالوان اللي عندي خلصت مش موجوده، لا هستعمل اللي انا هعمله. هتتصرف يعني في اي ظرف طارئ هتتصرف. طبعا. احنا طول عمرنا كده بنحاول دايما، لون عندك خلص اتصرف. اعمل بديل ليه على طول. ما انت مش هتوقف اللوحه عشان خاطر تدور وما تلاقيش وتبقى فيها مشكله. دي مهاره من مهارات الفنان التشكيلي طبعًا. في وقت الظروف الطارئه ان هو يعرف يتصرف. ايه المهارات التانية اللي لازم تكون متوفره في الفنان التشكيلي؟ لا كتير جدا. رقم واحد الرؤيه. لازم يكون عنده رؤيه ثاقبه ويقدر يشوف الحاجه بشكل مختلف عن اي حد. يعني معلش حضرتك، انا ممكن ورقه مكرمشه كده انت هتشوفيها ورقه، لا انا مش هشوفها ورقه. انا هطلع منها حاجه. ممكن مثلا شويه ورق شجر هطلع منهم حاجه. يبقى رقم واحد لازم يبقى عندي رؤيه. رقم اتنين فنان التشكيل لازم يبقى عنده صبر. صبر جامد جدا، لانه ممكن يفشل مره واتنين وتلاته في انه يطلع الحاجه ويعيد لحد ما يوصل للي هو عايزه. الثقافه
لازم يبقى مطلع ولازم يقرا كتير ولازم يبقى مواكب العصر. يعني حضرتك شايف انه حد فنان لمجرد ان ايده حلوه من غير دراسه من غير هيبقى رسام. هيبقى رسام. رسام في فرق ما بين الرسام والفنان. الفنان ده راجل ليه فكر وليه يعني ابعاد مختلفه صحيح. تماما عن ان انا مجرد ان انا ارسم. لا، الموضوع اكبر من كده. التكنولوجيا، ويمكن حضرتك اشرت ليها في فكره ان احنا دلوقتي بقى التكنولوجيا زي كورونا كده، احنا كنا شغالين اونلاين، وكمان التسويق للمنتج او للوحات ممكن يكون كمان. ايه كمان التكنولوجيا قدمته للفنانين التشكيليين او للفن التشكيلي بشكل عام؟ هي قدمت الحقيقه وانا بعتبره كارثه اللي هي قدمته. كارثه طبعا. الذكاء الاصطناعي طبعا حضرتك. لا، هو الذكاء الاصطناعي ده كارثه لكل المهن. كارثه كارثه جدا جدا مش جدا. بس يعني في فنانين دلوقتي ما بتشتغلش بايديها، كله دلوقتي يشتغل ديجيتال ارت وحاجات كده. انا الحقيقه يعني ما مش مقتنع بده خالص، ولا اؤمن بيه خالص. يعني في فنان تشكيلي بيعتبر ان ده ايجابي؟ طبعا بالنسبه كتير للتكنولوجيا كتير. ايجابي ايجابي. في حضرتك ناس بتخش معارض بيبقوا عاملين اللوحات كلها ديجيتال، يعني ما حطش ايده فيها غير هو كله على شغل على الكمبيوتر. طب ودي هو طبعا ايه الفن في كده؟ هو لا، هي فيها قيم لونيه وفيها تصميم وفيها كل الكلام ده، ولكن ايدك فين؟ دايما انا بحب الحاجه الهاند ميد. يعني حضرتك لو في قدامي مثلا محفظه جلد معموله هاند ميد ومحفظه مكنه عاديه اللي هو مصنع عادي، لا انا عيني تيجي على الهاند ميد. شنطه عيني تيجي على الهاند ميد. واحنا دلوقتي على فكره لو حضرتك تلاحظي الناس بقت انترستد لده اكتر. يعني دايما دلوقتي شغل الهاند ميد بقى مطلوب بشكل كبير جدا على مستوى العالم. يعني في صديق يعني هو عربي بس عايش في سويسرا، كلمني من سويسرا وكان عايزني اورد له حاجات من هنا من مصر هاند ميد، عنده جالري كبير جدا ومزادات عاليه جدا وحاجات اللي هي سينيه يعني حاجه وان بيس بس. فده العالم، العالم كله بيميل طبعا لفكره الهاند ميد. احنا بقى نبتدي نفكر في الكمبيوتر ان هو اللي يعمل لنا؟ لا، هو ممكن نستعين بيه في حاجات بس مش كل حاجه. مش كل حاجه. هي دي الكارثه بقى. صحيح. يعني انا لو هوظف الكمبيوتر انه يساعدني يخدم عليا اتس اوكي، انما ان انا اخد ياخد الشغل الكمبيوتر كله هو اللي يعمل كل حاجه طبعا. وانا الغي نفسي بقى خلاص، طبعا. ده مشكله. طيب لو بنتكلم على التكريمات والجوائز في فتره الفن والمعارض اللي حضرتك عملتها. انا عندي يعني تقدري حضرتك تقولي دولاب يمكن كامل. نعلق بقى على الصور من دي كانت اخر معرض شخصي ليا، ده كان معرض بمناسبه مرور 30 عام على اول معرض انا عملته. فانا فوجئت ان هم انا بعمل معرض، ففوجئت بعض الاصدقاء يعني اللي انا بشكرهم على الهوا دلوقتي عاملين لي تكريم وعاملين لي احتفال كبير جدا ودروع وحد راسم لي صوره وعاملين لي حفله وحاجه كبيره جدا. فده كان من اجمل التكريمات اللي انا اتكرمتها. انما في كل المعارض تقريبا اللي احنا بنشارك فيها بيبقى فيه تكريم، فانا عندي يمكن دولاب كامل من دروع الجوائز وميداليات وحاجات كده. اثرها ايه على حضرتك؟ بصي، هي بتبقى بالذات يعني في ناس، في ناس، وانا تحاورت مع فنانين تشكيليين يعني كتير، يقول لك لا تعنيني، وفي ناس تعنيها. هو حوار يعني حضرتك. انا حواري كان مثلا على سبيل المثال مع جورج بهجوري، هذا الفنان فنان الكبير عظيم طبعا، اللي مستني تكريم مصر ليه مع كل الجوائز اللي خدها من العالم من فرنسا ومنتظر بالذات. تكريم مصر. ما هي دي حقيقة. هو هقول لحضرتك، هو الفنان اعظم تكريم ليه هو الجمهور. يعني خلينا نتفق، انا لو خدت 100 ميدالية و100 شهادة و100 دكتوراه، في النهاية تكريم الجمهور هو اعظم شيء. يعني حضرتك لما تعملي معرض ويحضر لك الجمهور والجمهور يسقف لك، دي اعظم تكريم. طبعا. انما يمكن بقى احنا واحنا في البدايات لما بتاخدي شهاده تقدير بتفرحي بيه، تاخدي درع بتبقي فرحانه بيه، ميداليه بتبقي فرحانه بيه. دي في البدايه، انما بعد كده خلاص اتعودتي يعني عندك كتير، فما بقتش يعني ليها يعني نقول الايه السسبنس بتاعت الاول. يعني كنت الاول بتبقي ماسكه الدرع كده عايزه تمشي بيه في الشارع. طبعا. انما دلوقتي لا، يعني الدرع بتاخديه بتروح قافلاه وعينيه ونبحث عن اللي بعده. بالظبط. نبحث عن اللي بعده. طب ايه المعارض اللي ممكن نقول انها في الفتره القادمه يعني اتيه قريبا؟ انا طبعا انا يعني حتى في ناس كتير بتلوم عليا في الحته دي ان انا متولي مدينه دسوق في فكره المعارض.
انا جيت عملت فكره ان احنا نعمل معارض جماعيه، فجيت بدات بمعرض ففوجئت بيه 80 شاب وشابه واعمار مختلفه وناس كبار شاركوا معايا في المعرض، فعملت معرض كان مذهل. ده كان اسمه نغمات مرئيه. وبعديه بدات تتوالى بقى سلسله كبيره من المعارض برضو جماعيه. فانا يعني على مدار كده سنتين ولا سنتين ونص اللي فاتوا، بمعدل مثلا كل شهرين ثلاثة بنعمل معرض كبير وبنعزم شخصيات عامة والجمهور بيبقى حاجة زي ما حضرتك شفت كده في الصور، حاجة بيبقى هايلة حاجة مذهلة. حاجة هايلة. فاحنا انا كنت بتكلم على اساس نعمل حاجة في 6 اكتوبر، يعني بمناسبة عظيمة زي كده، طبعا. ما بنحبش نفوت احنا المناسبات الجميلة اللي زي كده. هل يعني لما بيعدي عليك كل اكتوبر او كل مناسبة هتلاقيك عملتها السنة اللي فاتت بتفكر انك انت تعمل شيء مختلف، انك طبعا تعمل شيء جديد؟ طبعا انا عايز ما ابقاش يعني متكرر، اعمال تبقى مختلفه. على فكره حتى لما باجي يعني انظم معرض بحط ليه قيود معينه وشروط معينه، وبتابع اعمال المشاركين بنفسي لحد حتى البرواز الفريم نفسه لازم يبقى لي تدخل فيه، لان ببقى حريص جدا ان المعرض يخرج بشكل يعني مبهر طبعا للي بيحضر. انا بشكر حضرتك شكر كبير ربنا يخليك يا رب، للمعلومات الهايله ليا عن الفن التشكيلي ومدارس ربنا الفن يخليك يا رب، التشكيلي، وكل التوفيق والنجاح في القادم ان شاء الله. الله يخليك، اتشرفت مع حضرتك. بشكر ضيفي الكريم الفنان مدحت الحمولي ابن محافظه كفر الشيخ على وجوده النهارده معانا في نهارك سعيد. شكرا جزيلا شكرا يا لحضرتك. فندم، نروح لفاصل ونرجع ومكملين معاكم، ونهاركم سعيد.